شارك 17 فنانا بحرينيا في معرض فن البحرين عبر الحدود ارت باب 2018 للفن التشكيلي الذي اقيم في مبنى جراند بالي الشهير في العاصمه الفرنسيه باريس، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بقطاع الفن والثقافه في الجمهوريه الفرنسيه بشكل خاص، جنبا الى جنب مع حشد من الضيوف من القامات الفكريه والادبيه والفنيه من دول مختلفه. واكدت مديره مكتب صاحبه السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، أكدت أن إقامة هذا المعرض في فرنسا من شأنه أن يشكل منصة للترويج للفن البحريني الأصيل والمعاصر في واحدة من أهم مدن الفن في العالم، وصولا إلى جميع أرجاء القارة الأوروبية، وهو ما تحرص عليه صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله في دعمها المتواصل للفنانين البحرينيين لتنشيط وإثراء الحركة الفنية التشكيلية، مشيدة بالاهتمام الكبير الذي حظي به المعرض من قبل المعنيين والإعلام. وأعربت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن ارتياحها إزاء تحقيق معرض فن البحرين عبر الحدود لأهدافه في تعزيز مكانة البحرين كمركز فني إقليمي وتطوير الفنانين والترويج للفن البحريني في مختلف دول العالم من خلال التركيز على ربط الفن البحريني بمجتمع الفن العالمي. وقد شارك في المعرض 17 من الفنانين البحرينيين في المعرض، ما شكل فرصة لتبادل الخبرات من خلال التقاء عدد من الفنانين المخضرمين والفنانين المعاصرين. هذا ويقام المعرض بدعم من صندوق العمل تمكين في إطار برنامج عمل محدد لمدة 3 سنوات. 17 فنان تشكيلي من البحرين من الفنانين والفنانات مشاركين في هذا المعرض الهام في باريس. ولا شك أن باريس كما نعلم بلاد أو عاصمة الثقافة المعروفة، ولذا فإن عرض لوحات من قبل فنانين وفنانات بحرينيين شيء مهم، وهذا يعطي فرصة للمهتمين بالفن التشكيلي في باريس أن يطلعوا على الفنانين على أعمال الفنانين البحرينيين. المجموعة اللي عندي هي بورتريتس بس فيها روح تجريدي، بغيت انه يكون في شيء مو واضح في البورتريت، فيكون ابستراكت فيجرتيف بس ابستراكت في نفس الوقت. هذه التكنيك اللي تبعته حق هذه المجموعة، ودائما لوحاتي تكون بالزيت. قدمت في المعرض المهم جدا في العاصمة الفرنسية باريس مجموعة من الأعمال تمثل البيئة البحرينية والطابع البحريني بأسلوب حديث. استخدمت فيها طبعا الألوان الزيتية وألوان الأحبار. هذه الأعمال هي اللي تعكس الحياة اليومية لأهل البحرين في حقبة زمنية معينة.